والله أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في الحاجة الصحية هذه كانت فترة طويلة، يعني ممكن 3 شهور أكيد. يعني يعني من الناحية النفسية، خاصة لاعب أجنبي، يعني الحق ولا مع أني ما حسيتش بالغربة هنا في الجزائر وفي تيزيزي، يعني مع الناس وأصحابي هنا، والله ما حسيتش بالغربة. يعني مهما كان هي فترة طويلة وأثرت نفسيا شوية ورياضيا أكيد بتأثر، يعني على كل اللاعبين، حتى التدريب يعني يكون يعني لوحدك، يعني بروحك في الدار، يعني مش حيكون زي التدريب في الملعب مع اللاعبين ومع المدربين. يعني هذا كله بيكون تأثير سلبي حتى لقدام في عودة البطولة، لكن إن شاء الله تكون الأيام الجاية أحسن إن شاء الله، وإن شاء الله تمشي جائحة كورونا هذه على خير إن شاء الله. كنتم مع تواصل مستمر مع المدرب ديالكم والمحضر البدني، بعثوا البرنامج في 6 شهور ولا؟ والله يبعثوا في دايرين جروب في الواتساب، يبعثوا في البرنامج هذا. الحمد لله يعني أكيد كل اللاعبين ماشيين على البرنامج هذا، وإن شاء الله زي ما قلت لك تمشي جائحة كورونا على خير ونرجع للتدريبات وترجع البطولة إن شاء الله الجزائرية على خير. والله هذه أكيد عند المسؤولين، يعني في الاتحاد الجزائري أول حاجة، وبعدين المسؤولين مع الأندية الجزائرية، يعني لو كان يشوفوا فيها استئناف أحسن، يعني المفروض يكون في أقرب وقت الاستئناف، لأن كله بيعود بالسلب على اللاعبين، يعني فترة طويلة مقارب 4 شهور، يعني كلها يكون لها تأثير سلبي حتى القدام. يعني لو رجعت البطولة حيكون فيها الإصابات أكثر، يعني كلها زي ما قلت لك، يعني تدريب لوحدك يعني بروحك يعني لفترة طويلة زي هذه، يعني كلها قدام حيرجع بالإصابات على اللاعبين. والله يعني مش أنا اللي مقيم يعني المردود بتاعي، أكيد يعني فيها أنت مع الصحفيين وفي المدربين وفي الإدارة، يعني اللي تقيم مردود محمد طبال مع جياسكا، وإن شاء الله يعني يعني ما لعبتش أنا، ما لعبت يمكن 4 أو 5 مباريات، إن شاء الله يعني بعودة البطولة إن شاء الله والعام الجديد إن شاء الله نكون في أحسن مستوى إن شاء الله. إن شاء الله نكون أحسن. لا الحمد لله، يعني كانت إصابة خفيفة، كانت يعني تمزق بسيط في العضلة الخلفية العضلة، يعني أخذت الراحة لمدة 10 أيام، وبعد رجعت للتدريبات وبعد